السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من العادات الجميلة والإيجابية في ماليزيا وإندونيسيا وأيضا سنغافورة بروناي جنوب تايلاند مسألة التعاون والتكافل، وتوجد ظاهرة وهي ظاهرة جميلة، هي أن الأسر الغنية أو متوسطة الدخل يذهبون بزيارة إلى مدرسة من المدارس وينظرون أفقر الطلاب داخل المدرسة هذه، ثم يتبنونه بالمصروف الشهري والملابس والطعام حتى يكمل الدراسة، سواء كان في المرحلة الابتدائية حتى يكمل المرحلة الثانوية وأحيانا الجامعية، أو في المرحلة الإعدادية حتى يكمل المرحلة الثانوية. فلنا قصة جميلة إن شاء الله نعيش معها اليوم، وهي قصة لشاب كمبودي ذهبت أسرة من ماليزيا وهو يدرس في تايلاند، ثم تكفلوا به حتى أكمل الدراسة الثانوية، سافر إلى السعودية ولا تزال علاقته بهم وثيقة 24 سنة أو 25 سنة. عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن اليوم في بيت الحاج عبد اللطيف وزوجته أستاذ ما شاء الله، زوجته أيضا أستاذة، ولهم قصة مع الأخ زهري كافلوه قبل 23 سنة أو 24 سنة في الدراسة في أول ثانوي وهو في تايلاند، وربوه واعتنوا به حتى تخرج، واليوم جاء زيارة لرد الجميل إليهم. جزاكم الله خير. تريما كسيه سما سما. طبعا نحن الآن في بيت الأسرة التي تبنت أخونا زهري، وهذه المائدة مائدة الطعام ما شاء الله، من الصباح طبق يأتي وطبق يذهب، دجاج المشوي ومن الصباح كعك، والمهم نكمل طبق يأتي طبق جديد، جزاهم الله خيرا. طبعا الإخوة في ماليزيا لا يدخلون بيتهم إلا من يحبونه، ليس كل واحد يستطيع الدخول لبيوت الإخوة في ماليزيا. الدريان دريان ملك الفواكه، هذا هو الدريان لمن لا يعرف الدريان، الرائحة جميلة جدا، وهذا من الفواكه التي نعشقها في شرق آسيا. بعد أن تمت عملية الفتح بنجاح سيتم تناوله. وهذا الدريان الثالث، دريان ومائدة بجواره تنتظرنا. أنا الأخ زهري بدأ بالأكل من الدريان. بعد أن انتهينا من الدريان جاء الآن دور ناسي أيام وملاء الأكياس بالهدايا والطعام للطريق. غادرنا الأسرة بعد أن أصر الرجل هذا الكبير العم عبد اللطيف إلا أن يوصلنا إلى محطة الباصات على الحدود التايلندية كنا، وزوجته لما نخرج هي تبكي الدموع تنهمر وكأنها تودع ولد لها يسافر، وكذلك العم عبد اللطيف لما أوصلنا إلى محطة الباص وبدأنا نسلم عليه انهمرت عيونه بالدموع وعجز عن الكلام، فسبحان الله، نسأل الله أن يجزي هؤلاء الناس خير الجزاء.